على مدى 37 سنة شهدت الأقاليم الجنوبية للمملكة مجهودات ضخمة ومهيكلة، سواء من حيث التجهيزات أو البنيات التحتية تروم تنمية المنطقة. ويأتي اليوم إعداد نموذج تنموي لهذه الأقاليم ليعزز هذه المكاسب الاقتصادية والاجتماعية في إطار مقاربة تشاركية تجعل من ساكنة المنطقة فاعلا في تحقيق تنمية مندمجة ومستدامة لفائدتهم. ومن هنا تبرز أهمية هذه المشاورات مع الفاعلين المحليين لإعداد هذا المشروع التنموي. الاستماع إلى كل أطراف باش اولا ان يكون معهم دراسه ديال الحصيله، ولكن في نفس الوقت تصور ديال المستقبل فيما يخص النقاط اللي جات في هذه الورقه التاطيريه. وهذه مرحله اولى من المرتقب باش تكون مرحله ثانيه خلال شهر فبراير، لقاءات عود ميدانيه مع كل الفاعلين. مبادرة أتاحت للفاعلين المحليين فرصة للتداول بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية العالقة والتي تحول دون تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي منتج للثروة وموفر لفرص الشغل والانكباب على معالجتها في إطار تشاركي وتكاملي. قدمنا اقتراحات ساكنة اللي هي مقترحات اللي كنقولوا احنا تفيد الجهة والأقاليم الجنوبية بصفة عامة. هي جهة من جهات المملكة قوية من الناحية الاقتصادية، ويوجد عندنا 19% من البطالة. هذا ما جبرنا له تفسير إلا في إعادة النظر في التنمية. وعندما أقول التنمية هي التنمية البشرية، التنمية الاجتماعية، التنمية الاقتصادية إلى آخره. شبابنا ما عنده فين يخدم، شبابنا يبغي يخدم فاس يوحل يجبر فاس يوحل. بالنسبة للأقاليم الجنوبية فرحانين في أشد الفرح بهذه الورقة التأطيرية لأنها إيجابية وبادرة للشباب والنساء والفئات المعوزة. لقاءات تشاورية ليست مجرد جلسات استماع بل منهجية تستهدف التركيز العميق على كل الملاحظات والآراء المطروحة للنقاش والتقاط الرسائل والإشارات من كل الفاعلين المحليين وبلورتها في إطار برامج تنموية خلاقة ومستدامة.